السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا شغال على الانفرا ووركس وفي جزء معين حابب إن أنا أشاركه مع الآخرين، ففي أكتر من طريقة. ممكن أجي مثلا على بريزنت أند شير وأقول له بريزنت، وأقول له إن أنا عايز أسيف دي كصورة، تمام؟ فممكن أقول له كريت أسناب شوت، وأختار المكان اللي أسيف فيه والاسم والريزوليوشن، وأقول له إيه سيف. كده هو سايف لي الصوره، فاقدر في اي لحظه افتحها واخدها معايا في الميتنج والحاجات دي كلها، تمام؟ وحتى لما قلت له تاني قال لي هيبقى سناب شوت 1، تمام؟ اهي الصوره اهيت. بس دي طبعا طريقه بدائيه خالص، لان كده كده ممكن تاخد سكرين شوت للشاشه. هي الميزه هنا بس ان بيكون في تقدر تعلي الريزولوشن قبل ما تاخد الصوره. طيب ممكن بقى تسيف الصوره دي كمثلا ملف 3D موديل او IMX او تسيفه على ارك جي اس. كل الحاجات دي تقدر ان انت تصدرها. طيب خلينا نشوف مثال كده، تمام؟ هتقدر بقى تقول له انا عايز اصدر، وتبدا تحدد الاختيارات بتاعتك، ملف واحد او اكتر من ملف، لان عندك مثلا البيلدنج ممكن تبقى في ملف والاشجار في ملف وهكذا، فتقدر ان انت تقسمه، تمام؟ او تقول له في ملف واحد واسيفه لك FBX. طيب انا عايز بقى الطريقه الجميله الخاصه بالانفرا ووركس، ان انا هقول له شيرد فيو، تمام؟ طبعا انا ما عملتش شيرد فيو قبل كده، فيقول لي ان هو فاضي، فبيقول لي خش على اوتوديسك اكونت. ليه بقى؟ كل ما هاخد صوره هتسيف على الحساب بتاعي بتاع اوتوديسك، تمام؟ فاقول له نيو شيرد فيو، فياخد اللقطه دي، تمام؟ ويقول لي عايز اسميها ايه مثلا، منطقه صناعيه شير كده. هيديني هيرفع لي صوره او يرفع لي الملف، اقدر ان انا ابعته لحد ويقدر يشوف الملف ده 3D. فعشان كده بياخد وقت، بيعمل جنريت للشيرد فيو، هبعت له مش كصوره، هبعت له ك3D، فيقدر ان هو يشوفها بشكل قوي. وكمان زي ما هنشوف مع بعض يقدر ان هو يقيس اي مسافه هو عايزها. اداني الملف اهوت، اقدر ان انا اعمل عليه سيلكت كوبي، ولا اما افتحه ابعته لصديق ليا او افتحه عندي، يعني اقدر افتح المتصفح واقول له كنترول بيست. طيب خلينا نيجي هنا، ممكن تيجي هنا وتقول له كنترول في، تمام؟ او هو كده كده بيفتحه لك تلقائي، بس اقصد ان انت ممكن تبعت له مثلا على الواتساب فهو يفتحه ويشتغل معاه، تمام؟ هو يفتح بقى الملف فيظهر معايا بالشكل دوت، وتقدر تعمل زوم 3D اهوت، تمام؟ وتقدر تلاقي تولز هنا عشان تعمل بان، تعمل ميجر، فتقيس مثلا المسافه من هنا لهنا قد ايه وهكذا. طيب افترض بقى معاك ان انا لا مش عايز ابعت الجزء ده، انا عايز ابعت جزء صغير منه، فاقول له نيو شورت فيو، تمام؟ وهقول له انا مش عايز ابعت الملف كله، يوز انتاير موديل، لا انا عايز احدد. فممكن تحدد من خلال بيبي بوكس او ريكتانجل او، تمام؟ فانا احدد مثلا من هنا اهو، ده البوكس اللي هيجي معايا. يبقى انا هنا بقى مش هاخد المشروع كله، لا ده انا هاخد بس ايه البوكس ده، فحدد لي على الجزء ده بس، هو ده اللي يجي معايا، واقول له شير، فيعمل لي رابط جديد. يبقى انا كده معايا رابط للمنطقه كلها اللي هو دوت، ويبقى عندي واحد تاني للجزء ده بس. تمام، هقول له افتحه لي في البراوزر، وهنا هيبدا بقى يظهر معايا، بحيث ايه يبقى انا عندي اكتر من منظر، تمام؟ او اكتر من فيو تقدر ان انت تركز عليه. طيب ممكن اجي هنا، تمام؟ عندك تولز كتيره جدا، ممكن تيجي هنا حتى في شير، وهتلاقي هنا لينك لو انت عايز تشير الحاجه، ممكن تقول له سكرين شوت، تبدا تاخد سكرين شوت عشان لو في الميتنج عايز تشير اي حاجه تقدر ان انت تشيرها، تمام؟ تقدر تاخد اكتر من سكرين شوت، تقدر تحط كومنت، تمام؟ مجرد فيور كده بيبدا ان هو يساعدك. انا عايز لو عايز تاخد سكشن 3D في الحاجه، فيقدر ان هو يديك تولز مثلا في الاكس في الزد، تمام؟ ده تقدر تنزل بيه وتطلع بيه زي ما انت عايز، بس لو انت عايز تدخل جوه المبنى بكل سهوله، تمام؟ انت عايز تعمل اوربت، تقدر تعمل اوربت سيكشن كلير، فكده لغينا السيكشن، تمام؟ وهنا الموديل براوزر، فتقدر تشوف كل حاجه، هنا الخصائص، لو عملت سكت على حاجه يبدا يوريك الخصائص، اللي هو الديسك الفيور العادي. طيب تعال نشوف بقى الديسك فيور اهوت التاني اللي هو كان جزء معين.
طبعا ده اللي موجود، احنا قصينا واخترنا الجزء ده بس اللي يظهر معانا. فلو انا عايز اشارك المشروع كله هشارك الرابط الاولاني، عايز اشارك جزء اشارك الرابط التاني.